بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى نعود لاستكمال شرح كيمياء تحليلية واحد في الأقصى University Faculty of Applied Sciences Department of Chemistry Chapter 9 طبعا Lecture Number 3. المحاضرة هي تتكلم عن Acid Base Dissociation Constants، أحماض التفكك للأحماض والقواعد الضعيفة. احنا بنعرف أن الأحماض القوية عادة تتأين بشكل كامل. مثال على ذلك لو أخذنا HCl، طبعا حامض HCl هذا في الماء تفكك كامل الى ايون الهيدرونيوم زائد Cl ماينس. طبعا HCl لو كان 1/10 هذا طبعا تركيزه بيكون 1/10، هذا في حالة السترونج. كذلك البيس ال NaOH طبعا صلب تحول ل aqueous، طبعا في ال H2O تحول ل Na plus زائد OH ماينس، هذه كمان لو 1/10 مولر هذه بتكون 1/10 مولر، إذا هذا كومبليت ايونيزيشن، كمان هذه الحالة ايش؟ سترونج. إذا دائما الأحماض والقواعد القوية تتأين بشكل كامل، الحامض ينتج عنه هيدرونيوم وبكون تركيزه مساوي للحامض، والقاعدة تنتج عنه هيدروكسيد وبكون تركيزها مساوي كمان للقاعدة، لكن في الأحماض الضعيفة القواعد الضعيفة شيء مختلف. فلو أخذنا HNO2 اللي بنسميه نيتروس أسيد، نيتروس أسيد حامض النيتروس، طبعا النيتروس أسيد في الماء هنا التفكك ليس كامل وإنما partially ionized تأين جزئي، فبصير إنه الحامض يمنح بروتون للماء وينتج عنه أيون الهيدرونيوم وينتج عن ذلك كذلك ايون بنسميه نيترايت. طبعا هذا التأين تأين جزئي يتحكم فيه ثابت الاتزان كيسي، وكيسي طبعا بده يكون بيساوي البرودكتس على الرياكتانس، لكن في عند الماء يعتبر كونستانت كونسنتريشن، لذلك منتج عندي كي اسيد بيساوي حاصل ضرب تركيز الايونات اللي هو الهيدرونيوم ضرب النيتريت على HNO2 حامض النيتروز. وين الماء؟ الماء اجى مع كي اسيد، اذا هذا في الحاله هذا الكي اسيد بيساوي كي ضرب ال H2O. هذا بالنسبه طبعا للاحماض الضعيفه. كذلك القواعد الضعيفه زي الامونيا NH3 مع الماء، هذه قاعده، فالحامض في الماء بده يمثل لي انا حامض عكس اللي فوق، الماء اللي بده يمنح له بروتون. ومين بده يكتسب البروتون؟ طبعا البيس اللي هي الامونيا، فبتتحول ل NH4 بلس زائد OH ماينس. طبعا هنا بينتج ثابت مختلف KB، طبعا الKB كمان هنا بده يساوي الثابت الاتزان ضرب كمان ال H2O، لكن عندي هنا قاعدة وليس حامض، لذلك هذا سميناه كي أسيد لأنه خاص بالأحماض، وهذا كي بيس لأنه خاص بالقواعد. كي بيس بيساوي حاصل ضرب تركيز الأيونات طبعا كمان على القاعدة. طبعا بالنسبة لـ dissociation constants for conjugate acids and bases، على سبيل المثال الـ NH3 هذه القاعدة في الماء بتتأين وينتج عن ذلك NH4 plus زائد OH minus. هنا في الحالة هذه K base كما كتبنا سابقا بتتساوي حاصل ضرب تركيز الأيونات على NH3. في الحالة هاي طبعا القاعدة هاي تمثل base، راح ينتج عنها conjugate acid حامض مرافق. الكونجيجيت أسيد هذا هو نفسه راح يتفاعل مع الماء، وفي الحالة هذه هو اللي راح يمنح له البروتون. هنا البروتون كان جاي من الماء، راح يمنح بروتون للماء وراح يتحول للهيدرونيوم وراح يتحول للكونجيجيت بيس. إذا بنلاحظ إنه هنا البيس راح ينتج عنها كونجيجيت أسيد، والكونجيجيت اسيد نفسه لو بده يرجع هو يتفكك راح ينتج عنه كونجيجيت بيس، والبيس هي نفس الاولانيه NH3 NH3. فعندك كي بيس بيساوي حاصل ضرب تركيز الايونات على القاعده، والحامض المرافق كي اسيد اللي بده يساوي حاصل ضرب تركيز NH3 في الهيدرونيوم على NH4 بلس. طبعا هنا كي اسيد ضرب كي بيس دائما بده يساوي الهيدرونيوم ضرب الهيدروكسيد ويساوي كي دبليو. اذا في عندي هنا كي اسيد ضرب كي بيس بيساوي كي دبليو،
طبعا هنا في عندي مثال ليش احنا طبعا نستخدم هذه العلاقه، لانه في حاله غياب الاسيد الكي اسيد او الكي بيس للماده او المرافق تبعها ممكن استغل اي قيمه من القيمتين حتى احسبها. مثال قال لي وات از كي بيس فور ذا ايكوليبريم سي ان ماينس اللي هو السيانيد زائد اتش 2 او، بعطيني اتش سي ان اتش سي ان زائد او اتش ماينس. طبعا هو اعطاني كي اسيد هذه لها 6 و2 ب 10 اس سالب 10. طب انا لو بدي احسب هذا تمثل بيس، لو بدي احسب الى البيز استخدم العلاقه هذه الموجوده عندي واقول 10 اس سالب 14 تساوي 6 و2 ضرب 10 اس سالب 10 ضرب كي بيس، وبنقدر نحسب كي بيس من المساله هذه حسب المعطى عندي. طبعا في عندي هنا اكسبريشنز لحساب ايون الهيدرونيوم او ايون الهيدروكسيد. يعني انا ممكن احسب ايون الهيدرونيوم ايون الهيدروكسيد للاحماض او القواعد. على سبيل المثال لو افترضنا انه عندي حامض احادي لبروتون اتش اي وبدنا نضعه في الماء، هذا حامض ضعيف، فالحامض عاده بيعطي اتش بلس وبينتج ايون هيدرونيوم زائد اي ماينس. طبعا هنا كي اسيد بيساوي حاصل ضرب تركيز الايونات على تركيز الحامض الضعيف. طبعا في عندي مثال كمان في السيستم في النظام 2 H2O بعطينا ايون الهيدرونيوم زائد الهيدروكسيد، لكن هنا KW is very small لذلك انا بقدر اهمل الهيدرونيوم اللي جاي من الماء في هيك حاله، لانه الهيدرونيوم موجود كذلك في الماء لكن هو قيمته صغيره كثير. فبنيجي للمعادله هذه كي اسيد بتساوي الهيدرونيوم ضرب A ماينس على HA، باجي بقول انه والله KA بيساوي، طبعا في الحاله هذا اذا كان تركيز الحامض نفترض انه سي اي وطلع منه اكس، في الحاله هذه بدها تكون هذا اكس وهذا اكس، اذا دائما الهيدرونيوم تقريبا بده يساوي تركيزه تركيز الايون، يعني هاي بده يكون الماله متساويات. اذا بقدر انا اعوض اقول كي اي بيساوي الهيدرونيوم تربيع لان المتساويات على CA ناقص X على تركيز الحامض ناقص X اللي هي ايش؟ الهيدرونيوم. إذا في عندي علاقة استنتجتها إنه K أسيد بيساوي الهيدرونيوم تربيع على تركيز الحامض ناقص الهيدرونيوم. طبعا هذه العلاقة دائما ممكن توصل لي لمعادلة من الدرجة الثانية، هذه المعادلة بتقول إنه H3O بلس تربيع طبعا زائد KA ضرب تركيز ايون الهيدرونيوم ناقص كي اي طبعا سي اي، هذا انا بختصره عاده سي اي على اساس انه في كي اي وتساوي صفر. اذا هذا ممكن تكون علاقه من الدرجه الثانيه حسب نوع قيمه الثابت وحسب التركيز. طبعا هذه العلاقه انا ممكن اختصرها واقول انه سي اي اكبر كثير من الهيدرونيوم امتى؟ طبعا حسب العلاقه الموجوده عندي تم رصد العلاقه ما بين لوغاريتم تركيز الحامض على ثابت الحامض مقابل الريلاتيف ايرور مقابل الخطا النسبي. طبعا انا بقدر اقبل اخطاء لحد 5%، ف 5% باجي بقول انه والله اذا كان اف انا بقبل هذا اف اونلي لوغاريتم السي اي على كي اي أكبر من 2، إذا كل القيم اللي في المنطقة هذه بالنسبة إلي مقبولة، ليش؟ لأنه نسبة الخطأ بتكون أقل من 5%. برجع بقول إنه الأسامبشن تبعي أو الفرضية بتقول إنه سي إي أكبر كثير من الهيدرونيوم، إمتى؟ إف أونلي لوغاريتم السي إي على كي إي أكبر من 2، في الحالة هذا بقدر أقول إنه هذا ذيس فاليو is approaching zero. إذا الهيدرونيوم تربيع بده يصير يساوي KACA، أو بدنا نقول الهيدرونيوم يساوي الجذر التربيعي لـ KACA اللي هو الثابت ضرب تركيز الحامض. خلينا ناخذ إكزامبل مثال. إيش المثال بقول؟ calculate the hydronium ion concentration in 0.12 molar nitrous oxide where Ka تساوي 7.1 × 10⁻⁴.
اول حاجه بفكر فيها بدي اشوف انه اللوغاريتم للكي اي على السي اي قديش قيمتها. فبنيجي بنقول والله قديش الكي اي 7 و1 اكسبوننشال ناقص 4 تقسيم فاصلة 1 2. كمان مرة 7.1 اكسبوننشال ناقص 4 تقسيم فاصلة 1 7.1 اكسبوننشال ناقص 4 تقسيم فاصلة 1 2 يساوي طبعا اللوغاريتم القيمة تساوي تساوي تقريبا كمان مرة بدنا نقسم 7.5.9 بس نقسمها كمان مرة. إذا هنا بقول 7.1 اكسبوننشال ماينس 4 تقسيم فاصلة 1 2 طبعا بنقول لوغاريتم العنصر بتطلع قيمتها 2.23 تقريبا، هذه اكبر من 2. اذا مباشره بقول انه انا عشان احسب تركيز الهيدرونيوم بقول الهيدرونيوم بيساوي الجذر الطبيعي ل كي اي ضرب سي اي. طبعا الحامض اللي عندي هذا اتش ان او 2 حامض ضعيف مع الماء يتأين جزئيا الى الهيدرونيوم زائد طبعا NO 2 ماينس، إذا بدي أساوي الجذر التربيعي ل 7.1 في 10 أس سالب 4 ضرب 12%. قديش تطلع القيمة هذا؟ نيجي بنقول 7.1 اكسبوننشال ماينس 4 ضرب فاصلة 1.2 يساوي طبعا بناخذ لهم الجذر التربيعي فبتطلع القيمة عندي 9.23 في 10 والسالب 3 مولر. هذا هو المثال الأول. ناخذ المثال الثاني. المثال اللي قال لي كالكوليت ذا هيدرونيوم اين كونسنتريشن ان ريزوليوشن ذات از 2 في 10 اس سالب 4 مولر انالين هيدروكلورايد سي 6 اتش 5 ان اتش 3 سي ال. هذا بده يكون في الحاله هذه عندي يمثل لي سولت كي اسيد فور سي 6 اتش 5 ان اتش 3 بلس يساوي 2.51 في 10 اس سالب 5. طبعا هذا بيتقيم بشكل كامل الى سي 6 اتش 5 ان اتش 3 بلس زائد سي ال ماينس، وهذا بده يكون عندي هو الاسيد سي 6 اتش 5 ان اتش 3 بلس زائد اتش 2 او. هذا بده يكون اسيد اذا بده يعطيني اتش بلس ويتحول لسي 6 اتش 5 ان اتش 2 زائد ايون الهيدرونيوم. طبعا احنا بنحسب تركيز ايون الهيدرونيوم هي 3 جندي. هذا بيمثل لي اسيد. طبعا الملح تركيزه 2 في 10 اس سالب 4 بيتأين بشكل كامل، اذا هذا تركيزه بيساوي تركيز الملح، اذا تركيزه 2 في 10 اس سالب 4 مولر. طب قديش كي اسيد؟ كي اسيد اعطاني 2.51 في 10 اس سالب 5. اذا عشان احسب ايون الهيدرونيوم اول حاجه بدي اشوف الاسامبشن تبعي لوغاريتم الكي اي على السي اي قديش قيمته. فبنرجع كمان مره بدنا نقسم، بنقول طبعا الكي اي 2.51 اكسبوننشال ماينس 5 تقسيم 2 اكسبوننشال ماينس 4 يساوي طبعا لوغاريتم الانسر يساوي ما ثبتت. كمان مره بدنا نقسمها اللي هي 2.51 اكسبوننشال ماينس 5 تقسيم
2 اكسبوننشال ماينس 4 بده يساوي. اذا هنا بنقول طبعا لوغاريتم الانسر بده يساوي بتطلع فاصلة 9 تقريبا فاصلة 9. اذا هذا اقل من التين. اذا assumption is not valid، الفرضية لا تتحقق، لذلك بقدرش احلها حسب التقريب، بل بحلها باستخدام معادلة الدرجة الثانية. ايش المعادلة بتقول؟ طبعا احنا المعادلة عارفينها، انا بقدر اخذها من وين؟ من خلال انه الهيدرونيوم تربيع زائد كي اي ضرب الهيدرونيوم ناقص كي اي سي اي بتساوي صفر. طبعا هذه هي معادلة الدرجة الثانية، الهيدرونيوم مجهول تربيع زائد كي اي، كي اي قديش قيمته؟ 2.51 10 أس سالب 5 طبعا مضروب في تركيز الهيدرون ناقص كي اي اللي هو برضه نفس القيمة 2.51 في 10 أس سالب 5 ضرب السي اي 2 في 10 أس سالب 4 والكل بيساوي صفر. طبعا هذه المعادلة من الدرجة الثانية، ليش؟ لأن في اكس تربيع اللي هي بتمثل الاكس تربيع عفوا اكس تربيع زائد طبعا بي اكس زائد سي بتساوي صفر. اذا اكس بدها تساوي ناقص بي، طبعا بقول زائد فقط لانه فيش الاجابه بالماينس، زائد الجذر التربيعي لبي تربيع ناقص ناقص 2 اي ناقص بي سي على 2 اي. اذا هنا ماينس بي ماينس بي تربيع ماينس 4 اي سي على 2 اي. كلنا بنستخدم قانون المميز وبنجيب قيمة اكس من المعادلة الموجودة عندنا. ان شاء الله طبعا بنكمل الاجابة بنكمل الحل. كمان مرة اللي هو اكس اللي هو قانون المميز يساوي ماينس بي جذر التربيع لبي تربيع ماينس 4 اي سي على 2 اي. طبعا احنا بنعوض، طبعا هنا قيمة اي بتساوي 1، قيمة بي بتساوي 2.51 في 10 أس سالب 5، وقيمة سي بتساوي طبعا 2 هنا 2.05 في 10 أس سالب 9. إذا نحن عرفنا A و B C بنعوضه وبنجيب الإكس، الإكس هنا بتكون هي بتساوي الهيدرونيوم. طبعا إن شاء الله في البيت أنتم بتحلوها باستخدام الآلة الحاسبة وبتعملوا حساباتكم. خلينا نروح على مثال على الهيدرونيوم ايون كونسنتريشن اوف سوليوشن اوف ويك بيسز. طبعا احنا في الشرح السابق تحدثنا فقط عن الاحماض معظم شغلنا، وكنا نحسب تركيز الهيدرونيوم لهذه الاحماض. طب ما بدنا نحسب تركيز الهيدرونيوم للقواعد الضعيفه، اكيد القواعد لها كمان هيدرونيوم والهيدروكسيد. فاكزامبل كالكوليت ذا هيدروكسايد ايون كونسنتريشن اوف 0.05 مولر ان اتش 3 سوليوشن وير كي بي اوف ان اتش 3 سو 1.75 10 أس سالب 5. طبعا الـ NH3 قاعدة ضعيفة، في الماء تتأين إلى NH4 بلس زائد OH ماينس. طبعا هنا الماء يمثل الأسد هو اللي بيعطي H بلس، إذا هنا في عندي أنا K بيس. طب أنا عندي هيدروكسيد واللي أنا طبعا قال لي كالكوليت هيدروكسايد. طبعا كيف بدي أحسب الهيدرونيوم؟ بحسبه كمان من KW لأنه في عندي في النظام كمان موجود الماء. لكن بتتحقق من الفرضيه في الحاله بقول لوغاريتم الكي بيس على السي بيس نفس الطريقه اللي تحدثت فيها الاحماض، وتساوي لوغاريتم الكي بيس 1.75 10 اس سالب 5 مقسومه على فاصلة 0.75 وتساوي، اكيد راح تطلع هاي اكبر من 2. لذلك بنقول انه التركيز الهيدروكسيد بيساوي الجذر التربيعي لكي بيس ضرب سي بيس، ويساوي الجذر التربيعي لفاصلة 0.75 ضرب 1.75 10 أس سالب 5. القيمة بتطلع عندي نحسبها مع بعض، فاصلة 0.75 طبعا تايمز 1.75 اكسبوننشال ماينس 5 بيساوي، طبعا احنا بدنا ناخذ الجذر التربيعي للانسر
فبتطلع عندي 1.145 في 10 سالب 3 مولر. اذا احنا حسبنا تركيز الهيدروكسيد. طب هنا هو بده الهيدروكسيد، هل ممكن ان احسب الهيدرونيوم ايون كونسنتريشن اوف ويك بيسز؟ نعم بقدر احسبها باستخدام كي دبليو بيساوي الهيدرونيوم طبعا ضرب مين؟ الهيدروكسيد. الهيدروكسيد معروف وكي دبليو معروف، بنقدر نحسب من هنا قيمه ايون الهيدرونيوم. مثال اخر، كالكوليت the hydroxide ion concentration in 0.01 molar of sodium hypochlorite where K acid of HOCl بساوي 3 × 10^8. طبعا المادة الموجودة عندي sodium hypochlorite considered as salt، ملح، والملح هذا هل طبعا الاملاح تنقسم الى 3 انواع، املاح حامضيه، املاح قاعديه، واملاح متعادله. الملح اللي عندي رمزه NaOCl، طبعا هذا جاي من شقين، من موجب وسالب. الشق الموجب هو القوي، اذا هذا بيسك سولت، هذا ملح قاعدي. بغض النظر ملح قاعدي او حامضي، المطلوب انا بدي احسب تركيز ايون الهيدروكسيد، فهذا الملح دائما بتاين بشكل كامل لان اي بلس زائد او سي ال ماينس. طبعا دائما بناخذ الشق اللي بيمثل الماده الضعيفه وهو اللي باجي بعينه مع الماء، بنضعه مع الماء، وفي الحاله هذا الماء بده يكون عندي اسيد وهذا بده تكون عندي بيس، فهذا بده يعطي له اتش بلس ويتكون عن ذلك اتش او سي ال زائد ايون الهيدروكسيد. اذا انا في الحاله هذه بدي احسب ايون الهيدروكسيد، لكن هل هو اعطاني، طبعا هذه بيس، هل هو اعطاني الكي بيس؟ لا، اعطاني الكي اسيد اللي هو بدي يساوي كي دبليو على كي اسيد. اذا انا الاصل اني احسب كي بيس قبل ما اروح في اتجاه الحل. اذا كي بيس بدي يساوي 10 × 14 على 3 × 10^8 ويساوي، طبعا عشان نحسبه 1 × 14 × 3 × 8 ويساوي، طبعا بيساوي 3.33 × 10^7. هذا هو قيمة كي بيس. ليش احنا بدنا نستخدم بيس؟ لانه عندي المادة كي بيس، لانه المادة عندي بيس، فباجي بقول والله هذا تركيزه قديش كان؟ تركيزه 1 من 100 مولر، تأين بشكل كامل. اذا هذا تركيزه 1 من 100 مولر، هذا 1 من 100 مولر. اذا بدي اجي اتحقق من الفرضية عشان اكمل الحل. كيف بدنا نتحقق من الفرضية؟ بنقول والله لوغاريتم السي بيس على كي بيس بيساوي لوغاريتم، طبعا السي بيس، عفوا الكي بيس على سي بيس، الكي بيس بيساوي 3.33 × 10^7 على 0.01. اكيد هذه راح تكون اكبر من 2، طبعا حسب منطق الارقام 10^7 × 10^2 تقريبا بتطلع 4 وشي، اذا اكبر من 2. اذا بقول تركيز الهيدروكسيد بيساوي الجذر التربيعي لكي بيس ضرب سي بيس. طبعا هنا ويساوي الجذر التربيعي لكي بيس سي بيس، الكي بيس طلع 3.33 × 10^4 ضرب اللي هي 1 من 100 ويساوي. اذا هنا بنقول ضرب 1 من 100 بيساوي، والجذر التربيعي للانسر بيطلع 5.77 وتساوي 5.77 × 10^5 مولر. اذا حسبنا الهيدروكسيد. لو بدي احسب الهيدرونيوم، الهيدرونيوم بدي يساوي كي دبليو على تركيز الهيدروكسيد، طبعا هذه معروفة وهذه معروفة. طبعا شكرا لكم، وبالنسبة للهوم وورك الخاص ب
في محاضرة رقم 3 سيتم إرساله لكم عبر مجموعة الواتس مجموعة من الأسئلة للحل، وإن شاء الله بنشوفكم المرة الجاية في Lecture No. 4، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.